الاخرى تدخل غادي تدخل على بسطه وتدخل هذيك الصباح كاين بلاش زعما كاين بلاش العربي متشد ثلاثه هو اليوم معاهم مسلسل كادنا ما نساهش انا جميل كيف صعبين اختي عمل لك هذيك كونترا كيما في البرج الاخر كونترا كونترا تطلع كونترا هذيك اللي تطلع كيفاش تطلع تطلع من نص شبابك هذاك وحصان ولا تقولي كيف كيف كونترا كي تطلع تولي باب رابع كونترا تطلع هاك تجي لهنا وتتحل اربعه ما نساهش هذي 600 ورق ماء ممكن اكثر خندق معناها خندق يمشي يدخل عدو باش يعوم هو يمشي يدخل يدقدق الباب الاول يهبط عليه من زاد سخون من فوق محبس يجي راه هذاك المحبس هذاك ما يراهاش هو العدو ما نساهش تصور فيه بعد ورا فيسبوك بعد يهزوني بفرد اجرى البني هذا البرج هذا يمثل بخاصية معينة الحجر شنو هو هذا؟ موش حجر الحجر كل كيف كيف هذاك طالع مسبي ولا ديكور زين هذا الاصل البرج على الكاتر فاس طالع عامل في جبل وبعد تلقى جورج هذيك داير سير زينة وبعد لحد الفصلة الثانية كان أعلى عكس هذا طالع هكا والآخر طالع هكا باش تحط السلوم تيفا لا مش مثل اللي تحط السلوم هو يرميه ترمي خطاف يرميه يقصه يزمك تعمل باش تطلع يزمك تطلع هكا مو في تحتك مين باش مش تعوم باش مش تهز سلاحك مش صحيح يزمك تطلع يزمك تعمل منقار ومفرقة تعمل كي سلوم سلوم عربي احنا نقول باش تعمل منقار ومفرقة خصوص يدين يخدموا جندي ما عندك كي تحط سلاحك مش تحطه كيفاش هاد طالب منهم صعب علي تو نرجعو للهندسة وي عملوا هذا هكا وبعد هكا كيف قول يعني كيفاش يطلع خاطري ماشي صعب علي وقت تطلع انت هكا فيزيك وما بدنك كيما سلوم تطلع سلوم شطرك هذا البطاني من حزام اللوطه مكشوف حتى كي باش تعمل درع فوق منك شطرك البطاني مكشوف كيما راهو في الحروبات دونك اوبليجي تعمل هكا باش تطلع وقت توصل للبرج هذيك كيفاش تشد فيها تلقاها هذيك معمره بشحن شحال قاريس وين تشد فيها تولي تطيح وطيح لي تحتك حط لك الملك التركي للداخل اكس ولا يجريك تجي تطلع الفصلة الثانية انت طالع هكا مستحيل مهما تكون سوبر باش تعمل هكا مرة واحدة هذه في السلم مش حتى في الحرب حط لك الملك الدفلاني ديما عندي شراء ورقة وستيفي اما انت تتخيل حتى تجي تحتل القلعة والملك يهرب اكس توا العدو باش يدخل الاسبانيوري ولا الطلياني ولا اي كان يحط القلعه على الداخل باش يحل باب القنطره ما يحلو ولا وبعد يحل باب اللول ويحل كل بلاج الباب الحديد ما يجمش يحلو خاطر مش باش يلقى الحصاين هو باش ينحيها ليه فهمت الفكره يعني لوطون اللي هو الضوء. يحل من قلت الضوء باش ينحيها لك هو لغتنا احنا كاينك الاسانسير ينحي لك بليز الضوء باش يخدم لك والله يزمك تعمل يزمك تحفر في الحيطه هذايا من هو غادي باش تنجم تدخل حصاين وتعلمهم ميكانيزم تاع البولي فهمت الفيديو؟ ايش عدد هو اللي يعمل لك هكاك خاطر باش تحفر الحيط هذايا من هو غادي تعرف طرق قلت انت ولا قديني ايش تحفرها كل يوم تعرف تحفر هذا البرج هذا هربت من عبيد من الحبس بمغرفة ها سي عبد المين يقول لك بمغرفة هربت عبيد بمغرفة مغرفة تميك هاي وقت كان حبس الراس هربت بمغرفة تميك لك كل يوم يحضر حتى هرب.